السويد هي في الانتخابات، هي الانتخابات كده، هي الانتخابات كده، الانتخابات ان الناس المحترمه تبقى وحشه، لا، والناس الوحشه تبقى محترمه. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى ان شاء الله؟ ايه ده؟ دي حاجه غريبه قوي. عملت النادي يا سحر؟ اقسم بالله يعني مصطفى مراد فهمي اثار ايه يا ست الحاجه؟ ده كان التليفونات شغاله في المجلس واحنا ما بنتكلمش. يا جماعه اما يبقى نائب رئيس النادي الاهلي مصطفى مراد فهمي، ابعتي لي اسم ده كتير قد ايه؟ بيحب النادي الاهلي، انا ما بحبش النادي الاهلي قد ما هو بيحب النادي الاهلي. اقسم بالله. فدلوقتي بقى وحش، بقى فيه مش عارف ايه، وايه اللي دخله وايه اللي خرجه وايه اللي وداه وايه اللي رفعه وايه اللي جابه؟ ايه ده اللي احنا فيه ده؟ احنا يا جماعه انتوا واللي بيسمعونا واللي موجودين واللي ما جوش، يا جماعة احنا عايزين نحافظ على النعمة اللي احنا فيها واللي ربنا ادها لنا. هو بصراحة كابتن، ما أنا هسيب لحضرتك تعلق لأن أنا أصلا من أنا بس أقول لك تعليق، إن هو الانتخابات دي الحقيقة غريبة جدا، لأن هو زي ما بيقول يعني، هو تخيل حضرتك ان انا ما كان حصل اي حاجه وكنت بقيت مع كابتن محمود الخطيب. فالطريف ان الناس دلوقتي اللي بتهاجمني كانت هتقول حاجه تانية خالص. فده توريك ان التعليقات وكل ما يدور ما فيهوش اي حاجه موضوعيه. هي عمليه ناس بتفكر، ناس مش عارف يعني هل هي مصالح، هل هي ايه؟ انما بقول لحضرتك اهو مثل بسيط جدا. تخيل ان انا كنت في القائمه الثانيه، هل الناس اللي بتتكلم دلوقتي وتقول ان انا لا اصلح كانت هتقول ايه؟ كانت هتقول ان انا اعظم اداري كره في العالم مش بس في افريقيا. فهي دي العمليه. بقول لحضرتك ان الانتخابات غريبه جدا، لان المفروض الانتخابات كل يعني قائمه كل تقدم ما لها وما لا عليها. وبعدين لو في مشكله يعني اي انتخابات بتبقى رئاسيه في اي حته، بتبقى كل واحد عنده برنامج وبيعمل اجتماعات وبيدافع عن برنامجه، وبعدين تطلع مثلا مشكله عند واحد يركزوا عليها شويه عشان يكسبوا شويه اصوات وخلاص. انما تبقى العمليه لمده 3 اسابيع كلها تركيز في ان هجوم شخصي، وبعدين في بعض الاحيان بتبقى هجوم شخصي. والناس في اعضاء الجمعيه العموميه الحقيقه انا سعيد جدا بال ان التقيت بيهم في مدينه نصر وفي اهل الجزيره، يعني الترحيب اللي حظيت بيه حقيقه يعني اثر فيا جدا. وكلهم بيقولوا لي لازم ترد، بنقول لهم هنرد على ايه؟ يعني احنا جايين عايزين نشتغل للنادي الاهلي وعايزين يعني نحصل على ثقتكم عشان نخدمكم، فده هو هدفنا. لو يعني بعيدا عن اي شيء يا فندم، النادي الاهلي دائما وابدا بيبرز لنا الكوادر، وفخر لاي اهلي وفخر لاي حد مصري ان يكون عنده نموذج مشرف في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي زي سيادتك. برضه عايز اخد حضرتك ليه الان كره القدم تتحول وتتقدم في هذه الحقبه، كره القدم تتقدم في كل دول العالم، وحضرتك تقلدت منصب في الاتحاد الدولي وهي المظله الكبرى في كره القدم في العالم. ما يوجد داخل ملفك لتطوير ملف كره القدم داخل النادي الاهلي؟ انا ما عنديش، في نقطتين عايز اقول، مش تطوير، مش في بالنسبه لتطوير ملف الكوره، انا عايز اقول ان في نقطه في الانجازات بتاعه المهندس محمود طاهر، انه قال ان لاول مره في تاريخ الكوره تحقق فائض ايرادات، والانجازات كانت
طيبه في 3 سنين ونص. انجازات المجالس السابقه كانت ممتازه من 2004 ل 2014، لكن 2004 ل 2014 كان الكره ما بتحققش ارباح، ربح مادي. دي اول مره الكره تحقق ارباح، ودي عمليه مهمه جدا، لان زي ما حضرتك عارف في اوروبا دلوقتي في حاجه اسمها اللعب النظيف المالي، فاينانشال فير بلاي. الانديه مش من حقها انها تصرف اكتر من ايراداتها. انديه كبيره متهمه، باريس سان جيرمان واتلتيكو الاتحاد الاوروبي بيتابع العمليه دي، ولو ثبت ان الاداره الماليه داخل هذه الانديه ليست على المستوى اللائق او الملائم، فبتمنع هذه الانديه من انها تشتري لعيبه لفتره معينه، بيعملوا لها فترات انتقالات ممنوع. بالظبط. فالنادي الاهلي يكون ان هو لاول مره يحقق عائد، فدي طفره كبيره جدا، وتوريك النادي الاهلي لو حصل في السنوات القادمه الاتحاد الافريقي حاز حزو الاتحاد الاوروبي، وحب ان هو يشرف على الانديه بتاعته ويتاكد من صحتها الماليه، فالنادي الاهلي هيكون هو القائد برضه في هذه العمليه. يعني النادي الاهلي يسبق الاتحاد الافريقي كمؤسسه في هذا الشان. في هذا الشان. نعم. باشمهندس، احنا كاهلاويه تخطينا مرحله ان احنا بننافس محليا وقاريا، وبنتحدث من منا اكثر بطولات، ريال مدريد والاهلي سابقنا بكام بطوله، يعني احنا الان تخطينا الامر ده. كيف؟ يعني نتطلع دائما ان يكون المنافسه من النادي الاهلي عالميا. عايزين ما قلنا من ضمن الحاجات اللي اقترحتها على المهندس محمود طاهر ورحب بيها ان نعمل رابطه الانديه الافريقيه. اولا رابطه الانديه الافريقيه، اولا نتصل برابطه الانديه الاوروبيه، تمام، نحاول نحصل على صفه مراقب هناك، لان احنا مش في اوروبا، فنحضر اجتماعاتهم ونشوف كيف تدار هذه المنظومه ونتعلم منها ونبتدي ننشئ هذه الرابطه. ندعو الانديه الكبرى في افريقيا زي مازيمبي، زي الترجي، زي النجم، زي الوداد، زي اسك، وفي نيجيريا مثلا انيمبا شوتنج ستار. علاقات يا فندم في البدايه؟ يعني دي حضرتك بتبقى علاقات في البدايه ولا مخاطبات بتبقى؟ يعني بعلاقات دي مخاطبات، لو في انديه عارفين طبعا، تمام. الانديه في شمال افريقيا عندنا اصدقاء كتير هناك، فيبقى من السهل الاتصال بيهم، والتانيين هنبعت مراسلات ونعمل جمعيه عموميه مؤسسه ونقدر ننشئ هذه هذا الكيان. هذه الرابطه هي من حولت دوري ابطال اوروبا الى واحده من اكبر البطولات. طبعا حضرتك عارف ان كان في الجي 14، كان في 14 نادي عايزين ينفصلوا ويعملوا بطولاتهم، فالاتحاد الاوروبي قدر يتفاوض معاهم، وعلى هذا الاساس تشكلت هذه الرابطه، ودلوقتي بتضم اكثر من 100 نادي. تمام. هي دايما الافكار، انا يعني احنا عايزين نخرج بره صندوقنا المحلي والقاري، عايزين نطلع، لان انت تعلم حضرتك وانت يعني مش متربي في الاهلي، ده يعني عضو عتيد في الاهلي، ان الاهلاويه لا يشبعون دائما من البطولات، احنا ناس ما بنشبعش ابدا وما بنشبعش من النجاح، فمتوسمين في حضرتك ان انت تنقلنا وتنقل طموحنا واحلامنا الى واقع، لان احنا بنضع ثقتنا في، يعني انت حضرتك مجرب كراجل ماسك اتحاد افريقي ولجنه المسابقات، فاذا النهارده الاهلاويه مستنيين من المهندس مصطفى مراد ان ينقلنا، واحنا وانت شايف حضرتك ان الانشاءات على الارض تبيح لنا ذلك. احنا عايزين طبعا من ضمن الحاجات هيبقى الاستاد، بس الاستاد ده حاجه محليه، احنا عايزين دلوقتي اعتقد ان الاتحاد الدولي في طور ان هو هيغير نظام كاس العالم للانديه. نعم. مش عارفين بالظبط هتبقى ازاي، هل هتبقى كل 4 سنين، مين عدد الفرق، فلازم الاهلي يكون مستعد ان هو ما يتغير نظام هذه البطوله، ان هو يكون من اوائل الفرق الافريقيه المشاركه في هذه البطوله. دي اول حاجه. ثاني حاجه طبعا الاستاد قلنا ان ده هيبقى مشروع مهم جدا، لكن برضه احنا عايزين نحسس لانه ده مشروع الى حد ما بعيد عن اعضاء الجمعيه العموميه. يعني بالنسبه للجمهور اكتر من اعضاء الجمعيه العموميه. اعضاء الجمعيه العموميه عايزين نقول لهم برضو ان الاستاد ده ان شاء الله لو تحقق وقدرنا نحقق حلم الاهلاويه كلهم، ان هيبقى فيه فائده كبيره لاعضاء الجمعيه العموميه، لان احنا هنحاول ان كل الحاجات المرهقات لو تحقق في وجودكم باذن الله، يعني لو تحقق في ان شاء الله، يعني شاء دي الله. الفكره احنا هنحط حجر الاساس لو ان شاء الله ربنا وفقنا والمشروع ده شاف النور، فهتبقى كل الحاجات التجاريه هتبقى هنحاول نعمل ان الاولويه
في كل الاعمال الموجوده في منظومه الاستاد او حوالين الاستاد الاولويه فيها الابناء اعضاء النادي الاهلي، ابناء اعضاء الجمعيه العموميه، وفي المباريات نفسها ان الاولاد ممكن اللي يكونوا هم ابناء الاعضاء هم اللي ينظموا جلوس، تبقى الاستاد كبير طبعا هيبقى في ابناء الاعضاء هم اللي ينظموا مقابل مكافاه عينيه كل مره ما يجوا ربط كل منشاه للنادي الاهلي باعضاء النادي، وهيحس اعضاء النادي ان الاستاد ده بتاعهم هو ملك الجمهور وهما ما لهمش زي انديه اوروبا السيروز اللي موجودين في اوروبا وفي انديه انجلترا بالتحديد بيبقى الناس المخصصه اللي بيبقوا لابسين الزي الاصفر لخدمه الجمهور، وبرضه المنظمين تحت اللي بيكونوا حوالين الملعب بيكونوا مش شرط انه يكونوا فريق امني، ممكن يكونوا متطوعين بيدربوهم، الفريق الامني هو المسؤول عن الدخول والخروج، بيتم تدريبهم وبيتم تدريبهم داخل المنشاه وبيستدعوا لهم ناس. باشمهندس مراد عايز اسال حضرتك، مصطفى مراد فهمي عايز اسال حضرتك راي حضرتك في المهندس محمود طاهر ولماذا تم اختيارك للقائمه بالتحديد؟ بقول لحضرتك يعني هو اللي اختارت القائمه على اساس الفكر التنظيمي وانه كيف ستدار هذه كل منظومه وكل ملف، فكانت الفكره طيبه ان مش هيبقى يعني كل واحد يعمل اي حاجه، كل واحد عارف هو هيعمل ايه، وطبعا هتبقى مسؤوليه جماعيه يعني في شق هيبقى كذا واحد بيشتغلوا فيه، لكن هي دي الفكره كانت طيبه. وبعدين النواحي بقى الاداريه اللي بنكتشفها كل يوم في المهندس محمود طاهر كيف يستطيع ان يدير كل هذه المجموعه بصفه قياديه، واعتقد ان هو الفتره اللي كان قريب فيها من الكابتن صالح اتعلم فيه حاجات كتير، مش هنقول يعني انه كابتن صالح لن يتكرر، لكن ان قربه من الكابتن صالح اتعلم حاجات في مكنته في الفتره الماضيه كانت صعبه، كان في يعني قضايا وفي مشاكل كتيره، طاعوق مجلس الاداره وبعدين في استقاله جزء كبير من مجلس الاداره واستمرار هذا المجلس بالقوام البسيط تحقيق كل الانجازات اللي حققها، فاعتقد ان قدراته الاداريه والقياديه ان شاء الله ربنا يوفقه ويقدر يقود النادي الاهلي في الفتره القادمه ان شاء الله. وهل الهجوم على مجلس اداره النادي الاهلي مبرر يا فندم؟ حضرتك شايفه ازاي؟ الهجوم بالنسبه ليه في كذا حاجه، في كذا شق، هم انا بتكلم في المتفرغين كل يوم بتطلع حاجه جديده، وبعدين يعني زي القصه بتاعت مسك، القصه بتاعت مسك يعني اللي بيهاجموه هم المتسببين في العمليه بتاعت مسك، يعني هو العقد بتاع مسك مش ما عملوش لا المجلس ده ما عملوش، المجلس اللي عمله كان المجلس كان اساسا كان قضاء اداري، وبعدين اللي عملوا العقد حولوه لتحكيم تمام، وبعدين ظهرت حاجات غريبه في الاخر هي اللي مكنت الشركه وبعض المستندات لم يتم ابرازها بل واخفاها من اجل اشياء معينه، ويقال انها لم تحظى بموافقه مجلس الاداره وده شيء خطير كمان، اذا لم تحظى بمجلس الاداره فهي بطله اللي لازم تمام. انا بكلم حضرتك قانون يعني نشوف المهندس محمود طاهر، يعني انت حضرتك قلت وجهه نظرك في المهندس محمود، نشوف وجهه نظر المهندس محمود طاهر كيفيه اختياره، وانا هقول لسيادتك احنا لغايه اخر يومين في النادي نعلم قائمه الكابتن محمود الخطيب ولا نعلم من هو النائب في قائمه الكابتن محمود في المهندس محمود طاهر. المهندس مصطفى مراد فهمي الحقيقه للي ممكن ما يعرفش تاريخه كويس، المهندس مصطفى مراد فهمي ابن مربي فهمي من قدامى النادي الاهلي، عضو مجلس اداره مربي، عضو مجلس اداره النادي الاهلي، مربي واشقائه لعبوا كوره في النادي الاهلي، مصطفى مراد فهمي موجود في النادي الاهلي، حضر تطور النادي الاهلي ونشئته منذ الخمسينات. أنا ليه بقول الكلام ده برضه عشان تكونوا انتوا عارفين، لأنه من ضمن الأقاويل اللي تقال إنه هذه القايمة ما هماش ولاد النادي الأهلي. أنا بس عايز أثبت للناس إنه اللي اتولد في النادي الأهلي تقريبا 99% من أنا الوحيد اللي ما اتولدتش في النادي الأهلي بالمناسبة، إنما كل القايمة موجودة في النادي الأهلي.
مصطفى مراد فهمي أراد الكورة في قارة أفريقيا لمدة 28 سنة، عمل حاجة اسمها بنى حاجة اسمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عمل النظام الإداري للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عمل النظام المالي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كل الكلام ده لمدة 28 سنة. أنا أعتقد إنه اللي يستمر في موقعه بنجاح لمدة 28 سنة يبقى حط له قيمة لابد، ويبني النادي الأهلي يبقى لابد من استغلاله داخل النادي الأهلي. لما سأل الاتحاد الأفريقي راح لجنة المسابقة، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي الفيفا، بينظم كل المسابقات الكروية على مستوى العالم. هذا الرجل سيتولى رئاسة المكتب التنفيذي للنادي الأهلي، اللي هو تقريبا كان متولي المكتب التنفيذي أو إدارة المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي الدولي، إضافة قوية جدا للنادي الأهلي. أعتقد إنه من خلال ملف الكورة في النادي الأهلي مصطفى مراد فهمي هو من أحضر الناس اللي تقدر تدير. باشمهندس مصطفى، حضرتك برضو وخبراتك الطويلة سواء في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي، البعض يزعم أن الإدارة ستكون صعبة بالنسبة لك في إدارة ملف كرة القدم بالنادي الأهلي، هل هذا صحيح؟ مش عارف يعني الحقيقة إيه الصعوبة. يعني مثلا أنا كنت زي ما حضرتك قلت مدير القطاع المسابقات في الاتحاد الدولي. حضرتك تعرف الميزانية بتاعت القطاع بتاعي من 2010 ل 2014 قد ايه السايكل بتاع كاس العالم، القطاع بس مش الاتحاد الدولي، قطاع المسابقات كان الميزانيه بتاعته 500 مليون دولار، يعني بالسعر بتاع دلوقتي في يبقى 8 مليار جنيه. كنت انا المسؤول، ما بقولكش انا يعني بشوف الفلوس دي وما بشوفهاش، لكن انا بوافق، لازم اوافق على صرف هذه الفلوس للاستادات من اجل تطوير المنظومه، لازم اوافق وامضي على الحاجات دي وانا المسؤول. يعني كل ثلاث اشهر بروح واقعد مع المدير المالي ويقول لي انت صرفت هنا البند ده اكتر ليه، البند ده ما صرفتوش ليه، كل ثلاث اشهر عندنا تحقيق يعني لازم اتابع. فاهم يعني كنت بدير 500 مليون دولار، فيعني اعتقد ان اقدر يعني اعرف بالظبط النادي الاهلي ايه اللي بيحصل فيه، وهذه يعني مش هكون مسؤول كمان عن الفلوس في حضرتك. عملت مع كم اتحاد في العالم؟ اتعاملنا مع كل الاتحادات، كل اتحادات العالم 211 بيلعبوا، لان احنا كان قطاع المسابقات مش مسؤول بس عن الادوار النهائيه، برضه تابعنا الكواليفايرز او الادوار التمهيديه، فالادوار التمهيديه بتتلعب وكان في فريق مكون من ثلاثه هم اللي كانوا بيديروا هذه البطوله، وكانوا يعني زملاء ليا وكانوا جنبية في المكتب اللي جنبي، لان بيتابعوا اما المباريات بتتلعب في العالم كله في نفس الوقت، فيعني هم يعني انا بشرف عليهم بس هم اللي بيتابعوا التفاصيل هذه المباريات. يجوا الصبح بتبقى المباريات بتتلعب في استراليا، وبعدين بعد شويه ماتشات اسيا، وبيبقوا الماتشات بعد كده بتبقى في اوروبا، وبعدين بعد كده ياخدوا الكمبيوتر بتاعهم ويروحوا البيت، لان لازم يتابعوا كمان بعد كده الماتشات، وهم الساعه 12 والساعه 2 الصبح الماتشات بتاعت امريكا الجنوبيه. تمام. فيعني شوف حضرتك ان كل الماتشات دي متابعها. النادي الاهلي طبعا منظومه كبيره، مش هقول ان انا مسيطر اقدر اسيطر على اي حاجه فيها، لكن باللقاءات اللي تمت مع الاعضاء انا يعني مش بس بقعد مع الاعضاء بقول لهم انا فلان ويا ريت تصوتوا لي، لا بقول لهم يعني احنا نتمنى طبعا انهم يصوتوا لقائمه المهندس محمود طاهر، لكن يعني ايه مقترحاتكم، ايه مشاكلكم، وعندي نوتة بمشي بيها بكتب فيها كل الحاجات. بالمناسبة قبل ما نطلع فاصل، انا شاهدت حضرتك الاسبوع الماضي كنت رفضت ان حد يمشي معاك وكنت ماشي لوحدك.
حتى لما قام البعض كده يمشي ومع حضرتك على الترابيزات وفي تسلسل انا ملاحظه. اول مره كنت بتعرف نفسك مع ان الناس كتيره جدا عارفاك، ثاني مره لقيت الناس في مؤخرا هم اللي بيقوموا لحضرتك. في المده البسيطه دي ازاي قدرت هذا التواصل الحميم مع الاعضاء؟ والله ده يعني حب الناس وحب النادي الاهلي، يعني الناس برضو بتحس، يعني اعضاء الجمعيه العموميه بيحسوا ان ده واحد جاي عايز يعمل حاجه. ف يعني ما اعرفش، يعني ده بيبقى شعور، يعني حضرتك يعني تلتقي بواحد بتحس بارتياح ليه، فدي حاجه الحقيقه تشرفني. الحمد لله. نطلع فاصل ونرجع تاني مع المهندس مصطفى مراد فهمي.